إذن الثالث الحرير أحسن من الصوف. الحرير نقول مثلا أكثر نعومة من الصوف، فاطمة ألطف من أختها، أو نقول فاطمة أشد ذكاء من أختها. جوج أمثلة عطيتكم. إذن رابعا صغ اسم تفضيل من كل فعل من الأفعال الآتية واجعله في جملة: أهمل، صفا، اعتدل، جمل. إذن أول شيء نصوغ اسم تفضيل أهمل، لا يمكن أن نصوغ من هنا من فعل أهمل. نضيف اسم تفضيل قبله ثم نتبعه بمصدر من الفعل. إذن إهمالا، إذن أقل إهمالا، صفا أصفى، اعتدل أحسن اعتدالا، جمل أجمل. ثم الجمل، إذن التلميذ أقل، التلميذ المجتهد أقل إهمالا لدروسه. المؤمن الحقيقي أصفى قلبا من المنافق. أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، من الروري نكتبوها صلى الله عليه وسلم، أكثر اعتدالا واستقامة من سائر البشر عليه الصلاة والسلام. جمل أجمل. الفل نوع من الورود والأزهار. الفل أجمل، أجمل الأزهار. الفل أجمل الأزهار. أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر اعتدالا، أكثر اعتدالا واستقامة من سائر البشر. خامسا استعمل أعداد الأعداد الآتية في جمل مفيدة: ستة، سبعة عشر، ستة وعشرون. إذن عددت ستة لاعبين داخل الملعب. ستة نضيف التاء لأن اللاعب هي مذكر، فستة تأتي عكس أو تخالف المعدول. في السماء سبع عشر، عشرة نجمة. إذن سبعة تخالف وعشرة توافق، لأن عشرة مركبة توافق المعدول. بلغ عدد المصابين ستة وعشرون مصابا. إذن بلغ عدد المصابين ستة وعشرين. إذن المطلوب منا عشرون. إذن هنا نبدلو المثال، إما نقول بلغ عدد المصابين ستة وعشرين مصابا، أو جملة أخرى ستة وعشرون مصابا في المستشفى. في المستشفى حضر المحاضرة اشتريت. إذن نقوم بالواجب. إذن حضر المحاضرة خمسة عشر. خمسة تخالف طالبا في التذكير لأن طالبا مذكر، خمسة مؤنث، عشرة توافق عندما تكون عشرة مركبة توافق. إذن خمسة عشر طالبا. اشتريت خمس مجلات، مجلات مؤنث، فخمسة تأتي مذكر لأنها تخالف المعدول. من ثلاثة إلى تسعة دائما تخالف المعدول. حول الجملة الآتية: يا تلميذ إياك والغش، إلى المثنى والجمع بنوعيه. نعم سنحولها. إذن مثنى المذكر: يا تلميذان إياكما والغش. المثنى المؤنث: يا تلميذتان إياكما والغش. إذن يا تلميذان إياكما الغش، إياكما والغش. يا تلميذتان إياكما والغش. المجمع مذكر: يا تلاميذ إياكم والغش. بالنسبة للمؤنث: يا تلميذات إياكن والغش. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة للإملاء سنقوم بإملاء هذا النص على التلاميذ، وبعدها نتحقق من مدى صحة أجوبتهم، ونقوم بعدها بتصحيحها وتقويم الأخطاء. والسلام عليكم ورحمة الله.